بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. أما بعد، حياكم الله جميعا معاشر الفضلاء والفضليات من الطلبة والطالبات المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. شكر الله لكم جميعا دعوتكم ابتداء وحضوركم، وجزاكم الله خيرا على سالف مجهوداتكم ومجهودات من سبقكم في هذه المدرسة، سواء من طلبة لجنة المسجد أو النادي الاجتماعي أو سائر مكونات إدارة هذه المؤسسة الطيبة، التي سواء لما ولجناها ونحن كأساتذة درسنا بها مرحلة معينة من الزمن، أو كأساتذة محاضرين في المحاضرات الموازية للأنشطة الدراسية، ما وجدنا من هذه المؤسسة الطيبة إلا ترحيبا وتيسيرا لما نعلمه من حملهم لهم إعداد طلبة مهندسين يكونون في مستوى تحديات البلد على وجه الخصوص، ومستوى التحديات ما ينتظرهم على المستوى العالمي بشكل أعم، فجزاهم الله عز وجل خير الجزاء. والحمد لله الذي يسر إعادة انطلاق هذه الأمسيات والمحاضرات بالنسبة لهذه السنة، التي نسأل الله عز وجل يجعلها سنة عطاء وخير وإنتاج بالنسبة لنا ولكم إن شاء الله تعالى، حتى نكون من الذين إذا ذكرت سواء أسماؤنا أو أثارنا في تاريخ من سيأتي بعدنا، ترحموا علينا ودعوا الله لنا بالخير، لأننا نكون قد خلفنا لهم أثرا طيبا. ونعوذ بالله من أن نكون من الذين إذا ذكروا في من خلفهم بعد ذلك، يعني أقل قليل وأدنى ما يخشاه العبد هو أن لا نذكر أصلا، فضلا عن أن نذكر بسوء. ومن يطالع منكم تاريخ من سبقنا فهو يعلم أن نظرته لتاريخ من سبقنا تنقسم إلى قسمين. هناك أشخاص كلما نظرت إلى أثرهم وسمعت أثرهم إلا ودعوت لهم وترضيت عنهم وسألت الله عز وجلهم الخير، حتى لو لم يجمعك بهم مجلس ولا حتى زمن. وهناك أشخاص كلما سطر التاريخ ذكرهم إلا وشكوت إلى الله عز وجل ما خلفوه من أثر سيء، نعوذ بالله من ذلك. حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم هو حديث، يعني كما يقول سادتنا، هو حديث قديم جديد، لكن القضية المتعلقة، كل الأمور المتعلقة بالإنسان هي أمور قديمة جديدة، يعني تتجدد كلما جاء فوج جديد من الناس، وقديمة على اعتبار أنها أمور تكررت مع كل فترة زمنية منذ خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، لأنها أمور متعلقة بأصل خلقة الإنسان. وكل ما كان متعلقا بأصل خلقة الإنسان حتى لو تغيرت المعالم الخارجية المحيطة به، فالأصول المتعلقة به هذه لا تتغير. مثلا الأحاسيس والمشاعر، مثلا المحبة، البغض، الكره، الخوف، الانزعاج، حب الأشياء، الحرص، حب التوكل، مثلا حب القيم النبيلة كالعدل والأمانة والعفة والصدق، وبغض القيم السلبية على اعتبار يعني أن هناك مدرسة تقبل التقسيم في القيم بين ما هو سلبي وما هو إيجابي، فهناك قيم سلبية كالشح والبخل ومثلا الظلم والخيانة والإشراف، هذه كلها من القيم السلبية التي هي في أصل خلقة الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والعمل على تزكية هذه النفس هذا أمر باق مع العبد إلى أن يموت هو، وباق مع البشرية إلى أن تقوم الساعة. فعندما نسمع حديثا عن الشباب وعن محاولاته للثبات على صراط الله المستقيم وخوفه من الزيغ، لا يدعين أحد أن هذا الموضوع قد تطرق له الناس وقد فرغ منه الناس،
لا، هذا بحال مدرسة السياقة، هذيك المدرسة اللي كيتعلموا فيها الناس السياقة، لوطو يكون سيارة التعليم. هذيك المدرسة ديال السياقة ما يمكنش شي نهار تمشي عندهم وتقول لهم الله يجزيكم بخير رباغي نتعلم السياقة، ويقول لك اسمح لينا هذا الموضوع هذا صافي طرقناه وعلمنا الناس شحال هذه، صافي الله يجعل شي بركة، دابا اللي بغيتي تتعلم سول راه ناس تعلموا سير شوفهم كيفاش كيسوق. يستحيل، دائما يقبلون الجدد، لأن ديما عندك ناس خاصها تتعلم، وناس واخا هذاك الموضوع ماشي نقول لك طبخ، هذاك الموضوع صافي، وداك اللي كيعلمك داك المرشد المونيتور اللي تيبدا يعلمك في السياقة، داك الشيء الأمور ولا كي ولا يستظهرها عن ظهري قال ما بقاش محتاج تفكر فيها، كيوريك البلايك كذا 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 سميتو هذا الكود هذا كذا هذه كذا، هاد الامور هذه كلها هو تيقولها لك وصافي، ولات كتسري ليه مع الدم، ومع ذلك يعلم ان عليه مسؤوليه في تعليم ذلك الشاب ولا تلك الشابه، لان هذا مقبل جديد على هذه المساله هذه، وهو محتاج لهذيك المساله. فالموضوع كي اللي يجي يقول لك وفي ما نتكلموا قلنا الشباب وسائل الثبات، صافي راه هذا الشيء راه واضح، لا شيء ما واضحش، وكون كان هذا الشيء واضح كان غيكون واضح لابينا ادم الذي خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أمورا لم يطلع عليها ملائكته المقربين وأسكنه في جنته ووسع عليه في دائرة المباح، اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما، وضيق له من رحمته ضيق له دائرة الحرام، دائرة الحرام هي أضيق دائرة في الأحكام كلها، وضيق دائرة الحرام، ووسط هذا كله كان يكفي شيء من وسوسة الشيطان أن تلتقي مع لحظة غفلة من آدم ليقع في محظور كلنا الآن يستغرب كيف وقع هذا النبي، طبعا قبل أن يجتبيه ربه عز وجل، كيف يقع هذا الإنسان الذي أعطيت له هذه الظروف وهيئت له هذه الأمور كلها كيف يقع في هذا الخطأ، يعني يستغرب فعلا، يستغرب الإنسان. احنا رمشي غنقولوا بعضكم يستغرب كيف أن الناس كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد نظرت إلى صفحة وجهه الشريف وكانت في مكة ومهبط الوحي وشافوا معجزات وأنكروا، كيف لا يقبل الناس هذا؟ أقول لك غفل آدم وعصى ربه عليه السلام، غفل آدم عليه السلام وعصى ربه كما سطر ذلك القرآن الكريم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، يعني جات الاجتباء والاصطفاء باش نعرفوا ريوسنا احنا شنو تابعنا، تابعنا غفلة وتابعنا الشيطان وتابعنا نفس أمارة بالسوء وتابعنا أعداء للدين وتابعنا مجموعة من الأمور. هذه المرحلة الأولى لخلقة آدم عليه السلام إنما كانت مرحلة إعدادية لآدم حتى يعلم نسله بعد ذلك الذي سوف تغرز فيه نفس الفطرة وستغرز فيه نفس نوازع الشر وستغرز فيه نفس نوازع الخير، حتى تعلم سلالته بعد ذلك لهم احنا، حتى يعلم أن أصل الانحراف ها هو وأن أصل الثبات على الصراط ها هو. لكننا سنحتاج دائما لهذا التذكير. المنطق المادي الذي يراد لأبنائنا أن لا يروا الدنيا إلا من خلاله يقتضي أنه مدام سيدنا آدم عرف الخطأ دياله والله عز وجل اجتباه وألقى عليه كلماته وتاب عليه واصطفاه، الأصل أنه ما خصش تبقى ريحة المعصية على الأقل أمشي نقول قرون وألفيات، أرى لم يمضي وقت طويل على البشرية حتى عبدت الأصنام، ماشي حتى عصت الله، حتى عبدت الأصنام، وقبل ذلك بكثير لم يمضي ردح من الزمن حتى قام الناس بإحدى أكبر الخطايا على وجه الأرض وهي قضية القتل بسبب الحسد. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم بعد ذلك قال فطوعت له نفسه، يعني صار هذا الأمر صارت نفسه طيعة للقيام بجريمة، فطوعت له نفسه قتل أخيه ما تسناش بزاف فقتله ماشي بقى تيدي ويجيب وخصنا بزاف وجلس وتسنى وربما ما نديرش أنا خلي ولادي، لا 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 لا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، هذا راه لم يرى قبل شخصا يقتل شخصا. منين جات هذه المسألة هذه؟ إنما هي بواعث الشر الموجودة في داخلنا، إذا لم تجد كوابح وجوامح لتضبطها لا يمكن أن تتخيل أنواع الفجور التي يمكن أن يقدم عليها الإنسان. ربما في زمن قد مضى قد كان يصعب على الناس أن يتخيلوا ما يمكن أن يفعله الإنسان من الشر، لكن بالنسبة لنا الآن في زمننا هذا
هذا ما عاد أمرا غريبا علينا. احنا شفنا أفجر ما يمكن أن يفعله الإنسان، القتل. احنا ما شفناش القتل، احنا شفنا المقابر الجماعية. احنا يوميا نشاهد في شاشة التلفاز قتل جماعي بكل برودة نفس. بل قد تجد الشخص ربما يتناول البيرة ولا الجعة ولا شي حاجة عزكم الله، وهو يضغط على الزر الذي سيرسل به صاروخا عابرا للقارات ليدمر مدرسة بها أطفال صغار. يعني ما بقاش ديك القضية ديال هذاك جيش وهذا جيش وتيضربوا في بعضياتهم، وهذا بغى يقتلوه، هذا كيخوي ليه وتيحاول يقتلوه، لا السيف ولا القرطاس، هذا جالس تياكل وتيشرب، ويرسل صاروخا يدمر به مدرسة، أو يمكن من فوق الله أعلم شحال من 100 متر في الفضاء هزوا طيارة حربية ويرسل قنبلة يدمر بها قرية بأكملها كانت فيها عرس يحتفى به، وجوج ديال الشباب يلاه مزوجين فرحانين بحياتهم غيدخلوا ليها، ومرأة معولة على وليدات غادي يكبروا، يدمر قرية بأكملها وما عندوش إشكال. قريتوا كلكم في الحرب العالمية الثانية الطابع الفاجر بسالات سالات بالقنابل النووية اللي هي أصلا كان لكل شيء تعارف أنها هذه حتى واحد ما عنده الحق أنه يستعملها، واستعملوها وخلاص، واللي ما عجبوا حالي يدعينا، وإحنا هما اللي شادين المحكمة الدولية، وإحنا اللي كنحددوا شكون هو اللي مجرم حرب من اللي ماشي مجرم حرب. خلل في المعايير، فجور في الخصومة، مقابر جماعية، انتكاس للفطرة. الفطرة انتكست ربما نقوله في الستينات ولا في السبعينيات، ربما اللي بان الحركة دي الهيبيزم إلى آخره، وبان الانحلال والتفكك الأسري، لكن ما بلغت الأمور أوج ما وصلت إليه الآن. أمور مش نقول لك الطبع البشري، الطبع الحيواني يتقزز منها، لأن حتى الحيوانات لا، والله الحيوانات لا تفعل هذا. إذن أصول هذا الانحراف إن صح التعبير الذي يخشى منه كل واحد منا، أصوله موجودة، مكامنها الأصلية موجودة فينا. فوجب علينا ابتداء قبل ما نسول على وسائل الثبات، علينا ابتداء أن نسأل عن أصول الانحراف في أنفسنا. بعد أن نعرف أصول الانحراف، عندها نجتهد في السعي وراء وسائل الثبات. لأن اللي بغيت أنا نزرع في واحد الأرض، قبل ما نزرع هذيك الأرض بعد خصني نحيد من هذاك الشيء اللي نايض فيها بعد قبل. إلا فيها حجر خصو يتحيد، إلا فيها أشواك خصها تحيد، إلا الأرض قاصحة شي شوية وخما فيها والو خصها تقلب باش تنفس باش تقدر تقبل، إلا كاين شي زرع غيتحط فيها ولا كاين شي ما غينزل عليها، طلب الله عز وجل يغيثنا بالغيث ورحمنا ويغفر لنا. إلا كان هذا الشيء محبوس بسبب الذنوب ديالنا الله يغفر لنا، إلا كان ابتلاء احنا راضين به لكن نسأله فعافيته أوسع لنا. فنحتاج لإعادة النظر في تربة هذا القلب. احنا بغينا نعيش هذه جنة النفس إن صح التعبير. داكشي اش من اللي كنديروا في ذاك الدعاء ديال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي هذه، ونور صدري وجلاء همي وذهب وجلاء حزني وذهب همي وغمي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك من قال هذا الدعاء موقنا به إلا أبدل الله همه فرحا. فقالوا يا رسول الله نتعلمها، قال تعلموها، وينبغي لمن تعلمها يعني أن من سمعها أن يتعلمها أو أن يعلمها أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. لكيه مني هو القضية ديال القرآن ربيع قلبي. وسيدنا إبراهيم إلا ربطنا هذه اللفظة هذه في الحديث، إلا ربطناها بسيدنا إبراهيم عليه السلام لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، وقال لي يا محمد اقرأ أمتك مني السلام. فمن يسمعوا هذا الحديث يقولوا على نبينا وعلى إبراهيم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى قال لي سلم عليك، المغاربة ملي كيقول لي سلم عليك فلان كتقول ليه سلم عليك الخير. مزيان الله يسلم عليه الخير، ما عرفناش الخير كي غيسلم عليه ولكن يسلم عليه الخير. لكن لا قال لك سلم عليك فلان بمعنى أنا فلان، بحال قال لك فلان قال لك السلام عليكم، فأنت ترد عليك تقول لي عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فقال لي أقرأ أمتك مني السلام، فعلى نبينا وعلى إبراهيم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي وأخبرهم بأن الجنة قيعان، أن الجنة تربة. تخيل الجنة، قال لي رأى تربة رأيت ترى، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
فكيف بغيتي انت الجنة ديالك اللي هي تغرس فيها الغرس اللي تلقاه يوم القيامة بالذكر وبالأعمال الصالحة إلى غير ذلك، راه القلب ديالك حتى تعيش الربيع اللي وجعل القرآن ربيع قلبي، راه خاص الغرس يكون فيه غرس صحيح. وحتى نغرس غرسا صحيحا في قلوبنا وجب علينا ابتداء أن نتعرف على طبيعة هذه التربة وكيف يمكننا أن نعدها إعدادا صحيحا. يعني فين كاين الخلل في الأول، عاد باش من بعد نقلب كيفاش نحلي هذاك القلب. كما يقول علماء السلوك والتربية، التخلية قبل التحلية، يعني أتخلى عن كل رذيلة وأحاول أن أتحلى بكل فضيلة. من بين أصول الانحراف الذي يعيشه شبابنا، لأن أصول الانحراف قلنا واحدة في النفس، كان في مكامن النفس، لكن ما يمكن أن يغذيها قد يختلف من زمان إلى زمان. الزمن اللي احنا فيه دابا صار عندنا نوع إغراق في كل الأمور المادية، لدرجة حتى أن المسلمين ولت النظرة ديالهم للدنيا نظرة مادية، وتحدثنا في غير ما موطن على القضية ديال، فلن أعرج عليها بشكل تفصيلي، أشير إليها فقط. ملي تنتكلموا مع وليداتنا مثلا وكنقول لهم أنكم تنجحوا، وأنك تنجح في حياتك، وأن حياتك تكون ناجحة وتكون إنسان ناجح، من نهار كنا باقين صغار وحنا باقين كيطبخوا لينا دماغنا بهذا النجاح، ونجح حياتك وناجحه وتعيش حياتك وتنجح حياتك. ملي كتجي تقلب في عمق السؤال لا سولتيهم اش كتقصد بالنجاح، غتلقى النجاح مرتبط بمسائل ماديه. ما كاينش فينا اللي ما كاينش فيهم اللي دوالين على انك تنجح في حياتك ويقصد بذلك انك تدخل الجنه، ما كاينش، الا شي واحد مثلا في واحد الفضاء اللي الكلام فيه عاده يوجهك الى الجنه، ومع ذلك غتلقى في ديك القضيه يقول لك وتنجح في حياتك ومن بعد تدخل الجنه. ترى النجاح في حياتك راه هو انك تدخل الجنه، هذا هو النجاح. لكن انك تدخل الجنه ما كيعنيش انك هنا في الدنيا اللي خلقك فاسد ربي انك غتمشي تشومر وتقول حق قال لا. وهذه راه بين قوسين راه ماشي مصيغ المبالغه، والله العظيم هاد راه كيجوني اتصالات من عند شباب ومن عند شابات ولاد وبنات، تيقول لك اودي انا راه كنمشي شويه زيغ الى اخره مثلا الثانوي في الليسي الثانوي التاهيلي، كيقول لك من بعد وانا فقت وصابتني ديك المنزله اليقظه اللي تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال لك اودي وصافي وليت مقبل غير على القران ونتعلم شي بركات السنه وكذا وصافي، هذاك الشيء ديال التعليم الاخر العلم الدنيوي والكليه صافي قطعت منه. كيقول لي اها شنو زعما، واش غتمشي في المسلك ديال العلوم الشرعيه وتخرج مثلا وتاخذ الدكتوراه وتمشي تقري مثلا في الجامعه ولا دير مثلا العداله ولا تمشي للنوطاريه، شنو فين ما غتمشي؟ يقول لك لا 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 الدار القران. وقلت له الاسلام ما طلبش منك هذا الشيء يا شريف، سيدي ربي ما طلبش منك هذا الشيء، الاسلام لا يقبل البطالين. تقول لي شاد الركنه وتقول لنا حق راه غنقرا القران، قرا القران مزيان الله يتقبل، لكن ما تقلش انت يا عبد الله خارجه كتضرب تماره وتجي باش تصرف عليك انت، ايوا نار يطلع لهم انت في الراس ويسدوا عليك الروبيني، تخرج تطلب. الاسلام لا يقبل الاذله، الذله التي يقبلها الاسلام هي التي تكون لله فقط. اذا ملي كنتكلموا على النجاح خاص الدائره ديالنا ديال التفكير تكون اوسع من انني نقلب على واحد 6 دريال نجيبها في راس الشهر باش نقدر ناكل بها الخبز. علاش؟ لان انت الرزق ديالك ضامن لك الله عز وجل، انت مبتلى في باب الاسباب، الاسباب باش توصل ذاك الرزق، هل تاخذه من حلال ام تاخذه من حرام، هل تكسبه من حل وتنفقه في حق ام تكسبه من حرام وتنفقه في باطل، حتى يسال عن 4 وذكر منها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا المفهوم ديالنا ديال النجاح خصو شي شويه انفصل على النظره الماديه الصرفه. النظرة المادية الصرفة شنو دارت فينا احنا؟ دارت فينا هو ان انا دابا كنتكلم على المسلمين فقط. النظرة المادية الصرفة خلاتنا اننا الجانب الغيب، يعني الموت والقبر والحشر والنشر والعرض على الله عز وجل والصراط والمقاصة بين العباد والجنة والله يسر النار، هذه أمور ما عادت تأخذ من حيز مذاكراتنا ولو 1%، ما بقاش حاضر عنا الغيب تقريبا، ما بقاش حاضر عنا الغيب. كنتفكروا الغيب ملي كيبان لنا شي واحد حدانا كيقول لك حقارة طاح وشداتو أزمة، وتا داك الغيب
احنا ساهمنا في الحرب ضد الارهاب مع الامريكان قبل ما تبان الحرب ضد الارهاب كاع. كيطيح واحد كيقول لي شدوه، شدوه شكون؟ المسلمين. اه شدوه المسلمين. واحد طاح تيتركل كيقول لك شدوه المسلمين، راه زعما شدوه لا النصارى لا يهود لا والعالم المسلمين اللي كيديروا ديك الحاله في خوتهم. راح اقول لاخرين جا وقال لك الحرب ضد الارهاب وكيقول لك الارهاب هو الاسلام، المهم راه خوتك قال لك راه دايرين فيك. عاد باش كنتم تفكروا لا حقه عافاك لا كتعرف شي واحد تيدير شي بركه ديال الرقيه كذا، ولا هكا واحد خمسة يطرو ديال عين ما عرفت شنو هو هذاك قرنا فيها شي شويه ديال القران وجبان. هذا هو الغيب، هذا هو السقف ديالك في الغيب، هو هذا. انا لا انكر المسائل ديال الاستشفاء بالقران وكذا الى اخره بضوابطها واصولها الشرعيه، لا ما كنتكلمش على هذا، انا كنقول واش هذا هو جهدك في الغيب، على الغيب ونظره الله عز وجل اليك وسمع الله عز وجل لك وانت تاكل من حرام، هذا ما حضرش. نظرة الله عز وجل إليك وأنت تمارس الحرام وأنت تستحي من نظر الكل إلا من نظر الله عز وجل، الغيب ما حضرش. ومن اللي ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، في حين من اللي كتفتح القرآن الكريم، هذه من الإشكالات، من اللي كتفتح القرآن الكريم وكتطلب الله عز وجل في آيات استفتاح الكتاب اللي هي الفاتحة، تتلقى القلب النابض للفاتحة وللقرآن الكريم يقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى أنك تمضي إن صح التعبير تمضي عقدا مع الله عز وجل أنك تلتزم بعبادته وحده لا شريك له وتلتزم بطلب العون منه لا من غيره. والقاعدة معروفة، من التزم شيئا لزمه، إذا التزمت بواحد المسألة كتولي لازمك خصك تديرها وديرها على أكمل وجه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فمن اللي كتجي من اللي كتلتزم الله عز وجل كيقول لك ودابا اللي بغيتيها طلبها، من اللي التزمتي وكنتي عبد كما ينبغي دابا اللي بغيتيها طلبها. والله عز وجل لأنه أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا ومن أمهاتنا قال لك ولدي أنا نعطيك أحسن حاجة ممكن تطلبها، غطلب الهداية للصراط المستقيم، النجاح اللي كنهضروا عليه قبيله. فملي كتقول اهدنا الصراط المستقيم، الله عز وجل لا يتأخر عنك في الإجابة مقدار صفحة. حليتي الفاتحة هنا قلتي اهدنا الصراط المستقيم، تعطيك الله عز وجل الجواب في البقرة مباشرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. قلتي اهدنا، قال لك الكتاب فيه هدى. هدى للمتقين، الصفة ديال هاد المتقين، أول صفة. هذا راه باقي بنادم يالله جاي داخل باغي الهدى يريد الهدايه، اول صفه كيولي الذين يؤمنون بالغيب، بمعنى ان المفتاح ديالك لكي تنتفع من القران اللي حنا مضاربين عليه النهار وما طال وبغينا ندخلوا به للجنه وبغينا يشفع لينا وكيعجبونا دوك الاحاديث ديال يؤتى بصاحب القران يوم القيامه فيقال له اقرا ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، وكنقولوا يؤتى بالقران فيشفع لتقدمه سورة البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما، والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة يقول أي ربي حرمته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع، كيجي القرآن في القبر ينير لصاحبه قبره، هادشي كله كيعجبنا. لكن عن أي قرآن يتحدث؟ ذاك القرآن اللي تكيموت الوليد ولا الوليدة الله يعافي الجميع، المهم الله اللي مات الله يرحمه واللي حي الله يطول عمره، الله رزقنا بر ديالهم أحياء وأمواتا. واش هذاك اللي كيموت الوليد عاد كنبداو نعيطوا على شي جوج ولا ثلاثة ديال الحياة نقول لهم جاو قراونا شي بركة القرآن، واش هذا القرآن هو اللي كتسنى فيه ديالك داك الشيء؟ يستحيل. القرآن ما لم تجعله منهاجا لحياتك تفيق عليه وتنعس عليه، هذا بيجيك الساعة نقدروا نتفاهموا على أنك تنتفع بكلام الله عز وجل. فالنقطة ديال الانطلاق هذاك الكونتاكت اللي كتضربوا ذاك الديماراج تيقول لك الذين يؤمنون بالغيب. فواحد من أصول الانحراف عند شبابنا هو إبعاد تداول مسألة الغيب في حياتنا اليومية، في حين أن الناس الذين قامت الأمة على أكتافهم، بل قامت الحضارة التي أنارت الدنيا للعالمين على أكتافهم، كان رقم واحد حاضر عندهم هو الغيب. وعندهم هذا الغيب، هذا ماشي ذاك الغيب ديال الخرافة الذي يغيب العقل ويخضع الناس لأعداء الله عز وجل، ماشي ذاك الغيب ديال بعض المناطق اللي كانوا كيمارسوا فيها القبورية والشرك بالله عز وجل
وملي تم جاي المستعمر جعلوا ينشرون بين الناس أن المستعمر قدر من الله ولا أحد له الطاقة على مقاومة قدر الله، فانصاع الناس للمستعمر. قرأوا التاريخ، لدي الجزائر فاش دخلهم في 1830، لدي المغرب فاش دخلهم في 1912. طبعا كانت مقاومة في قناة خرين، المناطق اللي كانت فيهم المقاومة شرسة لا من ناحية الشاوية لا من ناحية وجدة، هادشي قبال من 1912، كندوي على 1907. في المناطق اللي كانت فيها مقاومة شرسة كان الناس فيها يدينون لله عز وجل بتحكيم القرآن في يومهم وليلتهم. عارباش من بعد دات الخدمة على فصل القرآن على الناس. الخدمة الأولى فصل التحاكم إلى القرآن، وداروا واحد المحاكم يرجع إليها المستعمر الفرنسي لضمان حقوقه. من بعد ولاو الناس اللي بيعين وجههم تيقول لك أودي نشريو القدرة على التحاكم إلى محاكم فرنسا، وبداو كيقول لي غتعطينا قدا وقدا ونجيبوك نحاكموك هنا بلا ما تمشي عند القاضي الشرعي المغربي مثلا هو اللي تحاكم عنده. وبداو الناس كيلقاو رسوم باللي حاجتهم راه ممكن انهم ياخذوا حاجتهم وحاجه الاخر الا مشاو لهاد المحكمه مشاوش الاخرى، وبداو هاد المحاكم تيكثروا وبداو المحاكم الاخرين تيمشيو. فكان هذا اول مظهر من مظاهر ابعاد القران عن حياه المسلمين. ومن بعد دوك يجيو حويجات اخرين، بدات كتدخل المدرسه وبدات كتخيب وكتبشع النظره ديال الناس لهذاك الامام اللي كيحفظ القران لوليدات الصغار من خلال تجفيف المنابع التي كان يقتات منها كالاوقاف مثلا. ومن بعد دازت امور اخرى ودازت امور اخرى حتى وصلنا للذي نحن فيه، وهو ان الناس لا تقيم لكلام الله عز وجل وزنا، اللهم في بعض مجالس التبرك فقط. هل هذا يعني انه من قراوش القران مثلا في بعض المجالس وكذا؟ لا، قرا القران في ديك المجالس لكن خدمه في حياتك من بعد. ما كنقولش لك ما نديروش هنا ما نديروش هنا، لا كنديرو هنا نديرو هنا وهنا. فهذا كيخلي ان النظره ديالنا الامور تصير نظره ماديه بحته، والنظره الماديه انظر الى الذين ضرب الله عز وجل بهم مثلا في كلام الله عز وجل باش تعرف النظره الماديه فين تتوصل. سيدي ربي دعا على بني اسرائيل وقال لك لتجدنهم احرص الناس على حياه، كما بغات تكون هذه الحياه، المهم ان ناكل ونشرب واخا تكون ديال الدل. انا جات نكره، لتجدنهم احرص الناس على حياه، كيف ما بغات تكون ديك الحياه. والاصل ديال هذه المساله الغوايه الاولى ديال الشيطان. اش قال الشيطان لادم؟ قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. نفس المبدا غير هو تيتبدل بطريقه اخرى. ما كيبقاش خلق عند شخص، كيولي قيمه عند مجتمع، لدرجه انهم وصلوا بالماديه ديالهم انهم حتى ملي كيطلبوا من سيدنا موسى يقولوا لي اعطينا شي حاجه باش نامنوا، كيقولوا ليه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. بغينا اله مادي. تخيل انت، تخيل نفسك مع بني اسرائيل وامنت لموسى، وفرعون كان مدوز عليه داكشي اللي مدوز، راه ما يمكنش تخيلوا داكشي اللي كان مدوز عليهم فرعون. انت رايك كدوز على ديك يستحي نساءهم يقتلوا ابنائهم ويستحي نساءهم، تعال كدوز يقتلوا ابنائهم ويستحي نساءهم، واش عاد شنو يقتلوا ابنائهم؟ خذ معايا ام وولدها جاتو شي سخانه قبيحه ومات الدري، هذا من قدر الله مباشره، ما تدخل فيه حتى واحد. سول على الكبده ديالها كيفاش كتحس بها، فما بالك ان ولدها صحيح فصيح وتيتموا جايين داخلين شي قلدات وشي سيوفا سميتو والده هاك ذبح. راه ماشي واحد ماشي جوج، انا عطيتك غير مثال بسيط، بلا ما نهضر لك على التجويع، بلا ما نهضر لك الاهرامات اللي تبنات على ظهرهم، بلا ما نهضر. وهادو جاوا امنوا لموسى وشافوا الايات اللي تعذب بها فرعون وقومه، حتى صافي فرعون قالوا بالدارجه رطاب واحد الوقيته وقال لي خذ بني اسرائيل وسير بهم. ملي مشى بهم وقفوا البحر، فلما تراءى الجمعان، ديك الساعه فرعون فحال هذاك الملأ اللي عنده بقاو تينفخوا فيه، كيفاش خليتهم مشاو وتبقى عليك كذا وبداو يقولوا هذه وانت خليتي الدل والفراعنه ما عمرهم داروا كذا؟ قال لهم يلا هزوا الجيش نتبعوهم. الصباح هذوك كيشوفوا البحر هنا وكيشوفوا فرعون وجنوده في الجهه الاخرى. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. كيفاش سيدي ربي غيورينا كيفاش؟ شنا هي كي غنديروا لها؟ ما عرفتش، لكن الله عز وجل غادي يقول لنا كي نديروا لها. ثم اوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تخيل انت واقف وتتشوف البحر ضربوا واحد الراجل
بعصا هو يتحل على جوج والوسط ناشف وضرب لهم في البحر طريقا في البحر طريقا في البحر يابسا يعني الطريق تخيل معايا البحر يلاه تهز الارض ناشفه ما فازقاش الارض سيروا على خاطركم حتى داك تعفط فيها فازقه ما يفزقوش لكم الحوايج يسير وقطعوا وماشي غير قطعوا الله حيت تقدر تقطع ويتسد البحر ويمشيو ويقولوا الله علم كره فرعون ما تقدر يلحق لينا بالباركوات ولا بالبواخر ولا حاجه لا قال لك واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وقف يعني حتى على المستوى النفسي سيدي ربي يرد لك الاعتبار ان ذاك اللي كان كيتكرفص عليك ها هو تكرفص وباش مات مات بالماء الماء وغير قطعوا لما جاوزنا ببني اسرائيل البحر اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم في البلاصه حيت الماده لاصقه في القلب قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون بغينا اله مادي نشوفوه علاش لان النظره ديالهم صارت ماديه بل حتى رب العزه والجلال لما كان يمتن عليهم اش كان كيقول لهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم نعمتي التي حيت انتم جنس مادي يعني لو بغينا ندوه معكم ندوه معكم بالماده اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم لكن لما خاطب هذه الامه اش قال لنا سيد ربي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا هادو قال لهم اذكروا نعمتي ما تستاهلوش انكم ذكروني اذكروا نعمتي ما هاد الامه سيد ربي شرفها قال لهم فاذكروني الى نعمه غتذكر تذكروا الله عز وجل فكاين عندنا هذا الاصل الاول من اصول الانحراف وقضيه النظره الماديه والاغراق في الجانب المادي بل حتى الناس كتقول لك اودي راه اذا اردنا ان نخاطب الناس يعني كيقصدوا الكفار فعلينا ان نثبت لهم وجود الله عز وجل بالمسائل الماديه ما انا لست مجبرا على اثبات وجود الله عز وجل للناس بالمسائل الماديه راه لا يجحد وجود الله الا جاحد لو تامل العبد صادقا متجردا يعني يحيد الخلفيه ديالو يخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى يحيد الخلفيه ديالك حيد الايديولوجيه ديالك وجلس وتامل في راسك وفي داك الشيء اللي داير بك والله لن تصل الا الى نتيجه واحده وحيده انه لا اله الا الله ما يمكنش ما عندكش تخريج اخرى يستحيل توصل لشي حاجه اخرى اكبر دليل ماشي دليل لكن اكبر اشاره في هذا الباب كيقول لك ولا وحتى عندنا اولادنا حنا كي ولاو تيلحدوا ولاو تيكفروا ايه من جهه اخرى بالله عليك ما كتسمعوش يوميا الناس كتدخل الاسلام واخا شكون اللي كيدخل الاسلام كيدخل لي الشماكريه هي بيني وبينكم دابا حنا في جلسه مصارحه شكون اللي كتسمع دخل الاسلام رئيس شركه كذا وحده كانت في الفساد المبين كتقول لك لا ودي راه الاسلام هو كل شيء علما انه داك الشيء اللي كيتشهاوه بناتنا حنا هي مش نقول لك وصلت ليه هي ما كيبانش داك الشيء اللي كيتشهاوه بناتنا حنا هي كانت هي كتجفف به الطابله ديال الماكله ديالها هي فاتت شو كتخيل الشهره سالتها الزين الميداليه الذهبيه شو الفلوس داك شي خيالي وصلت لديك الدرجه ديال ان الغنى ديالها عباره عن ارقام شنو 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 ان عباد الله يوقفوا عند بابها والناس دا تقلب يا ربي لقاو غير شي تصويره الصباط ديالها يتباع في المزاد العلني داك شي كله وصلاته طيب شنو اللي غيجيبها انها تدخل الاسلام ودير الحجاب وتقول لك اودي انا اهم حاجه عندي نجلس ربي وليداتي عالم من علماء الرياضيات جائزة نوبل تقول لك لا لا شي كله عندهم تخربقة الإسلام هو رقم واحد هذا راه يجب أن يدفعنا لأن نتساءل لأن إذا كان عقلاء الناس يتركون الدنيا كلها ويدخلون في الإسلام فيزدادون بذلك الإسلام تمكينا في الدنيا هذا يجب أن يدفعنا للتساؤل إحنا فين من هذه الإحداثية ديال هذا الشيء كله فهذا أصل من أصول هذا الانحراف كاين المسألة الثانية وهو قضية اتباع الهوى مما يدفع الإنسان إلى محاولة التبرير لوضعية المعصية التي هو مقيم عليها بمعنى أنه الإنسان ملي كتجيب ليه أنه هذه المسألة راه ما خدامش شرعا وهذا الخط اللي خصك تمشي فيه يقدر يكون كيطلب منك شوية المجهود أكثر يقدر ما يكونوش فيه الفلوس بزاف لكن هذا هو الخط ديال سيد ربي
غتربح به راسك وغتربح به المحيط اللي داير بك ديال الناس اللي انت مسؤول عليهم وغتربح به الاخره ديالك والدنيا ديالك راه كتمشي فيها بخير وعلى خير. حتى الا ما ربحتي في الدنيا ديالك والو غتربح ان الناس كيقولوا هذاك السيد عنده مبدا وما عمرو ما خرق المبدا ديالو على الاقل. فاش كدير كتولي عندك وحده في الجوج، اما القلب كيقول سمعنا واطعنا، اما القلب تيقول سمعنا وعصينا. فالقلب الا قال سمعنا وعصينا اللسان ما كيبغيش يعبر على سمعنا وعصينا، ان المجاهره بالجحود حتى واحد ما كيبغي يقبلها على راسه. اش كيحاول يدير؟ كيحاول يدخل في المنطق التبريري، كيحاول كيقولوا بالدارجه الشعبيه كيبدا يزرب على راسه. عرفتي ملي كدير ديك الزربه ديال الشوك باش حتى واحد ما يدخل لك لا دجاج لا كلاب ياكلوا لك الشيء ديالك، الخيمه ديالك انت العروبيه الدار كيقولها الخيمه، الخيمه ديالك انت كتزرب عليها بالدرق باش كتبقى هذاك هو الكاميرا د سيرفيونس و اجون سيكوريتي هو الدرك. ومنها نيت انفستيسمون، يعني كتهبط مثلا شي سطيله ديال الهنديه تهبطها تجيب واحد 50 درهم، ما حتى دابا مشى كلشي في المزاحمه، حتى الدرك قال لك ضربات الذبابه ما عرفتش شنو داك العجب الكحل اللي ولا كنسمعوا هذا الوقت هذا. المهم ما علينا، خلينا من الذباب. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. فاش الدين باش ما تبانش باللي انت راه من رفعتي الشعار ديال سمعنا وعصينا، تبدأ في محاولة إيجاد تبريرات لما أنت فيه. فكبدا تقول وهذا شيء باقي بعيد، أو لا هذا شيء ما خدامش، أو لا تنجوج وندير الدراري كتقول لي كذا وتكاول لك ودي راه دابا متين راه حنا باقيين شباب والفيتان وباقي نجوج إن شاء الله ونشد الخط. أي تجوج إن شاء الله وتشد الخط وهذوك الآخرين قبل من الزواج لهنا ندير الوساخ ومن بغي نتزوج القلب على بنات الناس. لا راه يشك والله العظيم نرتكب جرائم في حق الانسانيه، راه ماشي تفلياج، لان هذوك اللي انت مشيتي درتي فيهم الوساخ تخيل معايا الحاله النفسيه اللي غتركب في هذيك السيده لانها تعتبر راسها باللي انت درتي فيها الوساخ باش تقلب على ما يصطلع عليه بنت الناس. الله اعلم بنت الناس شحال من واحد دار فيها الوساخ. المهم لا راه هذا دين. لا ردوا البال الشباب، اقسم لكم بالله ردوا البال. راه ربك عز وجل راه حكم عدل، راه حكم عدل، راه كتقترضها انت من هنا كتخلصها من ليه، وتقدر تخلصها بالفوائد، نسال الله العافيه. خلي سيدي من الجهه الاخرى، سيدي كرمك الله عز وجل وجاب لك الله هذيك السيده اللي عفيفه ومن الناس وكل شيء الى اخره، لكن هادوك انا لا ابرر فعلهن، لكن هذوك الحالة النفسية اللي بقات عندهم هذو راه على الأقل واحد ثلاثة أربعة غادي نقولوا إلا كنتي أنت دون جوان، واحد ثلاثة أربعة راه خليتيهم بإشكال نفسي، وهذاك الإشكال النفسي اللي عندهم راه غادي بغينا نبنيو به أسرة من بعد. غيجي واحد السيد وغيدق الباب وغادي يتزوج هذاك السيد، ولكن غيمشي وحنا راه خلينا واحد السيكاتريس، خلينا واحد 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 الأثر ديال واحد الجرح يستحيل أن يندمل، وبيه غادي نربيو وليدات، بمعنى ان عندنا عقد نفسيه نمررها لهذه الاجيال اللي جايه طالعه. ولا تسال عن طريقه ديال التفكير ديال دوك الوليدات كي غادي يطلعوا. غتسحب ديك القضيه اللي غادي انت في الزنقه ودايزه واحد البنت ولحتي لها مثلا شي كلمه تحرشتي بها وزدتي راه دازت هكاك. لا ما دازتش هكاك، ترى جيتي لواحد النفسي ديال واحد الشخص وكمشتي عليه وصيفتيه. طبعا هي ما يمكنش واحد البنت تدخل دارهم وتقول لباها ولا خوها ولا امها تقول لها راه اليوم راه بسلوا عليا جوج ولا ثلاثه مثلا ديال الناس. لا ما ندخلش معاك بداك المنطق ديال خصنا شويه ديال الفقه الاعتبار، ما ندخلش معاك بداك المنطق تقول لها ولا راه هي اللي لابسها ولا راه مثلا، لان ما كنناقش هذه المساله هذه، حنا نسلطوا الضوء على داك الشيء اللي كتقول انت. ملي كنبغيو نحللوا واحد الظاهره كنسلطوا على هي الضوء، من بعد ملي كنبغيو نشوفوا التداعيات ديالها بداك الشيء اللي جاي هذاك موضوع اخر. انا كندوي على هذه النقطه هذه بالضبط. فملي كتقول لي انت هذه المساله، المهم ما نطولوش في هذه النقطه هذه. انت ملي كتقول لي هذه القضيه هذه كيقول لك وتال من بعد دابا معاك كنتفقاس وباقي مشومر الى اخره، خليني نكمل حشيش من اللي غنخدم وكذا، الامور غادا تقاد باش ما نبقاش عندي مشاكل، غادي نحبس مثلا غنحبس الجوانات ونحبس الشراب. اش يدير هذا؟ هذا تيدير المسائل اللي هذا اصله في الانحراف، هو المنطق التبريري. علاش؟ لان لازال الهوى متمكنا من القلب، والعباده ليست صرفا لله عز وجل، وهذا هو اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هو باغي يكحلها، يعني كيقلب لها على الطريق.
والوقت والضرورة وما لقيت كيفاش ما نبقاش ساكن مع الوالدين خصني نمشي ناخذ بارطمة بالربا. بل يريد الإنسان ليفجور أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فينك وفين يوم القيامة؟ باقين صغار ومسميته وكذا، وسيد ربي دابا يرحمنا ويغفر لنا، راه بنادم باغي يكحلها غير هو كيقلب لها على الطريق. هذا المنطق التبريري، والمنطق التبريري شنو هي النتيجة الحتمية ديالو؟ هو الإعراض عن الحق. ملي كتكون الأمور منضبطة في المجتمع كامل، المنطق التبريري كيخليك تطيح غير في المعاصي ديال الشهوات. أما في المجتمع دابا اللي حنا عايشين فيه، اللي من فاتح شيء على شيء راه ما بقاش غير كيفتح لك الباب على الشهوات، راه وليتي كتلقى ناس اللي كيزينوا لك هذيك الشهوه اللي انت بغيتي تطيح فيها، فكيولي عندك الاعراض عن الحق، وتجد اشخاصا يسوغون لك هذا، لان غيقول لك هذيك السنه اللي احتج لك بها هذاك ابو الحيه ذاك النهار، هذيك السنه اصلا راه غير ظنيه الدلاله وراه ما جاتش كاع، وفيها الصحيح والضعيف، والبخاري جات دازت 200 عام من بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، والفقهاء راه غير جمعوهم السلاطين وقال لهم حطونا ترسانه فقهيه باش نتحكموا في الناس، والغرض منها كان سياسي، وشي بخوش وشي هضره وشي تخربيق الى اخره. الحمد لله هذه كلها امور قديمه حديثه، يعني ماشي غير طبخوها العلماء، العلماء ولاو صافي طلع لهم داكشي في الراس من كثرة ما ردوا عليه، لكن كيطيحوا في الشباب ما تيقراوش داكشي اللي خصو يتقرا. كيقول لك البخاري تزاد جا من بعد النبي عليه الصلاه والسلام 200 عام، اذا داكشي كله اللي داروا راه الفوا غير من دماغه. واخا سؤال، ما بين النبي عليه الصلاه والسلام والبخاري الامه طاحت في غيبوبه بحال اهل الكهف، كل شيء لبد، والصحابه كلهم ماتوا، وماتوا قبل ما يجيو التابعين، يعني دوك التابعين ما عرفش كل ولدهم، ومن بعد جاء البخاري الدراري ما كاين ما يداه، راه داك الصحيح نكتبو لا عتي راه والله العظيم راه من كثره ما يستغبون القوم لدرجه كيمشيو بالمنطق ديال اكذب 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 حتى يصدقك الناس. قد كذبت 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 يقولوا الناس راه واقيلا بالصح. لا هذوك الصحابه ما خداو والو من عند النبي عليه الصلاه والسلام، والتابعين الجيل اللي جاوا الصحابه ما خداو والو من عند الصحابه، وتابعي التابعين ما خداو والو من عند التابعين. الامه كانت ميته تجا البخاري. واخا ملي كيقول لك سيدي البخاري حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر شنو هي هذه؟ راه كيقول لك الطبقه ديال مالك ديال تابعي التابعين روى على الطبقه ديال التابعين روى على الصحابي اللي خدا على النبي عليه الصلاه والسلام. فبأي منطق كتجي انت تقول لي راجل البخاري بعد 200 عام؟ راه انت اللي جيتي من بعد 1400 عام وبغيتي تضحك على عباد الله، حيت لقيتي الجهل قد عم وطم، فتأتينا انت بمثل هذه التي لا ترقى الى مستوى الشبهات، لكن الله المستعان. لكن شنو كيلقى؟ راه ما كيلقاش ناس ما فهماش هو كيجي يشرح لها، كيلقى ناس عندها اصل انحراف موجود وكتقلب على داك اللي كيبرر لها. راه عباد الله واحد لقيته باغا تدخل في هذا الشيء ديال الربا، لكن باقي البراجات كبار عندنا حنايا في المغرب. فاش بداو تيقول لك بدا كيقول لك راه واحد العالم في البلاصه الفلان فلانيه قال لينا باللي حقا راه سمعته قال في واحد القناه، ودابا خلى هذا الكوكب كله اللي كيقول لي الربا حرام، وقال لك راه واحد العالم في واحد القناه، ديك القناه كتلقى عندها شي 450 ابوني. الواحد في هذيك القناه كيقول لك اودي لا راه الفوائد البنكيه راه ليست بربا. وهذا منين؟ هذا خارج ولابس ديك اللبسه التي تدل على انه ينتمي الى مؤسسه شرعيه قويه في بلاد معينه. هذيك المؤسسه الشرعيه باقي الان الكتب التي تجمع الفتاوى التي صدرت عن تلك المؤسسه كلها تحرم الفوائد البنكيه على اعتبار الفوائد البنكيه ربا. يعني حتى الا انت بغيتي تعطي راسك الشرعيه انك تنتمي لديك المؤسسه، وسيدي المؤلفات ديال ديك المؤسسه اللي جمعوا فيها الفتاوى ديال تاريخ ديك المؤسسه من نهار دو كيبانوا البنوك من الخمسينيات الى يوم، كنقول الخمسينيات بانوا البنوك في الدول الاسلاميه ماشي في، من الخمسينيات الان الفتاوى تحرم الفوائد البنكيه. لكن صاحبنا مشاهي هذيك البارطمه باغي ياخذها بالربا، وباغي ياخذ ايكيب، باغي ياخذ معاه الثلاجه والكوزينه امريكان كاستري، وياخذ معاه هادي وهادي وهادي. لكن انت ملي كتجي تقول لي الربا حرام، هو ما مستعدش يرفع الشعار ديال سمعنا واطعنا، هو قلبه كيقول سمعنا وعصينا، لكن ما يقدرش يقولها لك فاس، فكيحاول يتخبى ورا شي حاجه. بل يريد الانسان ليفجر امامه. نعرج يمكن، نعم سيدي، بل الانسان على نفسه بصير، الله يفتح لك، ولو القى معاذيره.
ولا ولقى معاذيره. وخا كاع الانسان يلقى الاعذار هو يعلم من نفسه، كنقولوا حنا كيقول يسول على راسك انت راك عارف الجواب. هذا ماشي اخر اصل من اصول الانحراف، لكن نذكره في هذه الجلسه هذه كاخر اصل من اصول الانحراف، لان هذا عارض جديد على الشباب ديالنا، خصوصا الشباب اللي جاء ربما انتم ما دركتوش بعض الاحباطات اللي عشناها احنا والتي عاشها الجيل الذي قبلنا. مثلا الجيل اللي ذكر اللي درك النكبه ديال 1948، ثم ما ادركتم هذا، والجيل اللي جا من وراه وادرك نكسه 1967. انا بعد الجيل ديالي لم يدرك هذا، انا بعد اتينا مباشره بعدها، لكن احنا الجيل الذي ادرك النكبه ديال العراق في 1990، وادركنا النكبه ديال 2003 مارس افريل 2003، وقبل منها 11 سبتمبر الدخول على افغانستان والدخول على العراق في مارس افريل 2003 والنكبات التي توالت. انتم الجيل الذي يعني فتح عينيه في صغره على انتكاسة ما اصطلح عليه بالربيع العربي. انتم حليتوا عينيكم شويه كنتوا باقين صغار، احنا طبعا ولدنا قبلكم، اش ما نقولش كبر منكم، ثم ان شاء الله تعالى نعدكم لكي تكونوا اكبر منا، احنا تولدنا قبل منكم وخلاص. اللي كاين هو انه ملي جا الربيع العربي امل فيه الناس من كثره الاحباطات اللي عاشوها وكثره الضغوطات التي عاشها الناس في العالم العربي الاسلامي تحت وطأة انظمه يعني اقل ما يقال فيها انها لم تفعل شيئا لشباب المسلمين، اقل ما يقال فيها. فالاشكال اللي طرا ان كان تحديات وناس يالله خارجين من استعمار وكل واحد كيقلب كيفاش يلقى الوجهه، والامه الاسلاميه ما بقاش عندها واحد المركز اللي نقدروا نقولوا ان الخلافه الاسلاميه اللي كتجمع المسلمين كلهم كاينه هنا. 1921 جاء مصطفى اتاتورك وقع انقلاب على الخلافه الاسلاميه في اسطنبول، 1924 تبدل الدستور ولات تركيا علمانيه، ما بقاتش شي حاجه سميتها دوله العثمانيين. ومن بعد بدايه القرن العشرين جاء النظام ديال النظام السعودي ديال آل سعود، وهو اللي مكن له في الجزيره العربيه، ثم وضعت لها الحدود. فالناس ملي غيهزوا عينيهم في تركيا وغيلقاو بلي الخلافه الاسلاميه طاحت، مباشره تهفو القلوب الى مهبط الوحي. ملي كيرجعوا لمهبط الوحي كيوليو تلقاو تا ولا دوله قطريه لها دستور ولها حدود ولها كذا، ولا بغيتي تمشي خصك تاشيره. هذا الشيء والناس تحت وطاه الاستعمار. اما ملي فاقوا الناس من الاستعمار راه ما يمكنش تخيلوا التلافا اللي كانت ضربه الدول. راه دوله كتقول لك اودي حنا غنمشيو في النظام الاشتراكي لانها كانت مواليه للاتحاد السوفيتي، ودوله كنقولوا حنا غنمشيو للنظام الراسمالي، ودوله مقسومه وسط منها لجوج، وسط منها الجامعه متمكنين منها الشيوعيين، الحكومات وداك الشيء شادينها الناس اللي عندهم توجه راسمالي، الاسلاميين وقع لهم واحد التراجع لان رابطه العلماء في الاسلام ما بقاتش عندها هذيك القوه اللي كانت عندها من قبل، وترونت. والناس ولاو تالفين في حي صبيص، كل دوله كتقلب لها على مشروع، والناس كيقلبوا على كيفاش يعتقوا ريوسهم. كاين اشكالات ديال ما بعد الاستعمار، لان ملي خرج المستعمر يستحيل يخليها لك انت وتطور وليداتك وتصوب انت. لا انا كنت كندوي مع الطلبه بعض المرات وتنسولهم يعني في القسم، تنسولهم كنقول لهم فين كاينين الابار ديال البترول في فرنسا، كيقولوا واش في الشمال ولا في الجنوب، وكيبدا التقدار من هنا من اللي الا لطحتي في شي طالب تبارك الله اللي منور كيقول لك استاذ راه ما عندهمش. كنقول له واخا المناجم ديال اليورانيوم فين كاينه في فرنسا، حيت هي عندها الانرجي نوكلير، عندها الطاقه النوويه. المناجم ديال اليورانيوم فين كاينه؟ قلت له عرفتي فين كاينه المناجم ديال اليورانيوم ديال فرنسا؟ قال لي فين؟ قلت لهم في تشاد وفي النيجر. كتهبط كتقدى، عرفتي كيقول لك الزياره، كيقول لك كيقول لك شناهي فرنسي داخل يتقدى في السوبر مارشي. الفرنسيس عندهم دوك النكات ديالهم باسلين شويه، ولكن المهم كيقول لك شناهي واحد فرنسي داخل يتقدى في السوبر مارشي، كيقول لي شناهي، كيقول لي هي الرئيس فرنسا ملي كيدير زياره لافريقيا. هذا هبط يتقدى، فهمتيني، شويه اليورانيوم هنا شويه كذا شويه كذا، وما بغيناش ندخلوا في التفاصيل لان داخل فيها شي مسائل ديال هذا تبرزطوا بها راسكم ما كايناش، وغنبرزطوا الاخر في المونتاج حتى هو ما كايناش. فكتقول لي واخا المناجم ديال الذهب اللي فرنسا مثلا خدامه بها، كيقول لك راه ما عندهاش. طيب وفي الاخر الفيلم هذا كله فرنسا اش عندها كاع؟ كيقول لك عندنا حنا، عند المستعمرات القديمه. فكتفهم انه المستعمر من اللي خرج
راه يستحيل انه يخرج ويطلق لك كل شيء. خرج وخلى مسائل ديالو هو تما باش يعاود يقدر يخدم بها ديك الساعه بلا ما يصرف لا على الجيش لا على المقيمين لا مشاكل لا سلاح لا حتى شي حاجه. بل السلاح غتقول له على هذا الحساب السلاح ما بقاش يصايبو ولا باقي كيصايبو وغيبيعو لك انت، لان ديما انت غتبقى عندك رواقي لا تقدر تكون شي حاجه على اليمين على اليسار وغيبيعو لك وبيعو الخوك يبيعو الخوخوك، وديما غيقول لكم راه انت وخوك راه هذاك مهددك راه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. والله يجيب اللي يفهم. فهذه المساله هذه علاش ذكرناها؟ ذكرناها على ان ملي بان الربيع العربي وبانت داكشي اللي طرا في تونس وتبعات تونس تبعاتها شويه ليبيا وكانت القضيه في ليبيا قاصحه وتبعاتها مصر مع الاعيون سبحان الله. مصر دائما كيكون عندها واحد الدور الريادي في على الاقل في الامه العربيه بلا ما نتكلم على الامه الاسلاميه، فكانوا العينين على مصر. ملي بان ديك القضيه انه تحيد الرئيس العسكري اللي كان، باش ما نقولش لك تحيد النظام لان النظام في مصر العسكري عمره ما تحيد، تحيد الرئيس العسكري وجاء الرئيس اللي كان تابع الجماعه ديال الاخوان المسلمين دكتور مرسي الله يرحمه، وصار الناس يؤملون في تونس. راك شفتوا العمليه كيفاش داز ربما اقل خسائر قدر نقولوا على الاقل في الفتره الاولى، وجاء الحزب ديال النهضه اللي كان عنده خلفيه اسلاميه وعباد الله فرحات ونشطات، وصار الناس يؤملون من بعد من اللي بان لهم داكشي اللي وقع القذافي مع كاع الغبش الاعلامي اللي دار على ديك القضيه ديال القذافي والتوقيت ديالها وكيفاش ان فرنسا دخلت في هذاك الفيلم علما ان القذافي هو اللي كان ممول الحمله الانتخابيه ديال نيكولا ساركوزي من قبل، ويعني كيفاش واحد كان ديالنا من بعد عاوتاني قلبنا عليه وجهنا، والقضيه اللي كان قال لهم القذافي اننا ناخذوا المدخرات ديال الذهب اللي كاين عندنا احنا في الدول العربيه الاسلاميه ونصوبوا عمله ديالنا موحده، واش هذه جات في ذاك التوقيت؟ واش هذاك شيء مقصود صدفه؟ العلم عند الله، كل الخبايا ديال السياسه ما كنفهمش ليها على الوجه الذي ينبغي. فوقع هذه المسائل هذه، فملي جا الربيع العربي امل فيه الناس اكثر من اللازم. فالناس بداو تيتخيلوا انه راه ملي غيجي هذاك الرئيس الجديد كما بغى تكون نوعه ولا الخلفيه ديالو في اي بلاد، راه هو اللي غادي يخرج لهم انهار من لبن مصفى وانهار من ماء غير آسٍ وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من لبن لم يتغير طعمه. هكا كيتخيلوا الناس غيطرا. اللي وقع وقع نوع، يعني سواء اتفقوا ولا ما اتفقوش مع مساله الربيع العربي، انا قلت لك الربيع العربي على اعتبار انني خديت التسميه الاعلاميه اللي تعطاته. ومن بعد وقع ما يمكن ان نسميه انقلابا على هذاك الربيع العربي. فحالة الإحباط اللي ولات عند الشباب نقدر نقول لك كانت حالة إحباط مضاعفة مقارنة مع الحالة اللي كانوا كيعيشوها من قبل ديال الهزيمة النفسية. هذه حالة الإحباط فتحت الباب أمام كل من هب ودب لكي يمرر شبهاته للشباب. بل ولاو الناس كيقول لك ومن اللي انتم كاع كتقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفينا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقضية عندكم كاع تربجات. بحال زعما راه سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي وقف دار الربيع العربي وسيدي ربي خذلو، وبلا حيتيات بلا تفاصيل بلا حتى شي حاجه تيجيو تيضربوا في هذه المسائل هذه. لكن الشباب عنده حاله من الياس وحاله من الاحباط لا يمكن ان تفسر الا بمثل هذه الامور المحبطه. وما تنساوش راه ملي كتدخلوا لمواقع التواصل الاجتماعي، هذه يومين كانت عندي مداخله في المدرسه الوطنيه ديال صناعه النسيج والالبسه، وكان شي شويه الكلام والدردشه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقه الشباب بها وكذا، فلا ادري ربما تقدر تحط على الشبكه اليوم ولا غدا ان شاء الله تعالى، فلا احتاج لاعاده تدوير الكلام فيها. لكن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بشكل كبير في ترسيخ حاله الياس والاحباط عند الشباب. الياس والاحباط من اشنو؟ الياس والاحباط من ان الامور يمكن ان تتحسن. هذا دفع واحد العدد ديال الشباب، انتم تبارك الله راه طلبه المهندسين راه عندكم علاقه باللي بروموسيون سميتها بالدفعات اللي سبقاتكم، وكتسمعوا باللي راه واحد العدد كيقول لك اودي انا راه زيد قلوعي ومشيت للخارج. عدد سورتو الشباب اللي كيمشيو للمعلوميات لانفورماتيك، ليزانفورماتيسيان شباب كيمشيو بزاف. كاين فيهم اللي ممكن انه يخدم هنا، كاين ممكن كيقول لك اودي لا وجلس هنا وتفقص الى اخره، حتى انه عدد ديال الناس ولا تيفكر بالدماغ ديال واحد اخر. فملي كيلقى بلي راه الياس والاحباط هو الحاله العامه، تيقول لك وانا شنو باش غنكون انا استثناء في الحاله العامه؟ صافي حتى حنا معنا بحال الخوت، قلبوا على نهزوها منين خففت، قلبوا على السهل. هذا من الامور التي تجعله يعني يكاد يكون بالنسبه للجيل ديالكم انتم يكاد يكون اصلا من اصول الانحراف، في حين انكم انتم
الاصل فيكم ان انتم اللي ما خصش يكون عندكم لا ياس ولا احباط. غتقول لي والوضعيه انت عارفه كيفاش دايره والهراج وغلاء الاسعار والمشاكل. كنقول لك اودي لانكم انتم ما عشتوش ما شفتوش حاله الذل التي مورست على الشعوب الاسلاميه منذ عقود. انتم ما عشتوش هذا الشيء اكرمكم الله ما حضرتوش ليه. فانتم عندكم واحد الرصيد قوي جدا من عزه النفس. انتم ما عفط عليكم حتى واحد. انتم راه صحاب تخسر الهضره جابوهم لكم فوق الخشبه وبالكاميرات وما كاينش اللي قال لهم اح. بمعنى ان عندكم القدره انكم تقولوا مجموعه من الامور وعندكم القدره انكم تقادوا مجموعه من الامور وما كاينش اللي يقول لكم اح. لكن لو بقينا كنفكروا بالموروث الثقافي السلبي راه غنبقاو جالسين عاوتاني الارض. راه كاين هذيك سميتها لاتيتيود ديك لاتيتيود صافي نقلب عليها بالعربي ما لقيتهاش. ربما السلوك ولا بحال تقول بحال الحاله بحال الحاله النفسيه ولا شي حاجه بحال هكا. كيقول لك لاتيتيود تجاه العمل. يعني الحاله ديالك تجاه الحاله النفسيه ديالك تجاه العمل. فكيف فرقوا بها ما بين المجتمعات اللي كتبغي تزيد لقدام المجتمعات اللي عاطيها النشاط وبغات تجلس اللور. فيقول لك المجتمعات اللي كتبغي تزيد لقدام تيقول لك يعني الحاله ديالو تجاه العمل. كيقول لك الى هذا العمل ما يقدر يديرو حتى واحد. كيقول لك الى هذا العمل يقدر يديرو كل شيء. هذا اكبر دليل على انه خصني نوض انا ندير كل شيء كيديرو شنو انا مقروض حتى انا خصني نقدر ندير. كيقول لك وهذاك العمل الى ما يقدر حتى واحد يديرو كيقول لك هذا يلزمني الزاما انا خصني نوض نديرو. لان ما دارو حتى واحد خاص شي واحد في الامه يديرو. هذو الامم اللي كيبغيو يزيدوا لقدام امم ديال النشاط كتقول لك اخويا الا كل شيء يقدر يديرو اش بغيتي نوض نديرو ولا حتى واحد ما يقدر يديرو واخا رحم بابك علاش طيح عليا انا بغيتيني انا ندير. هذه بكل بساطه حاله نفسيه متعلقه بعلاقتك انت بالعمل كيفاش كتشوف فيه. ممكن تكون عند المجتمعات القويه ممكن تلقاها عند بعض الافراد ممكن لكنها ليست قيمه عامه. سي با اون فالور كوليكتيف ليست قيمه مجتمعيه ولا اجتماعيه ماشي مشتركه بين الناس كتكون عند استثناءات. المجتمعات اللي كتبغي تعطيها النعاس هذه كتكون عندها قيمه مشتركه. البنادم ما باغيش ينوض كيتسنى الاخر يدير. ما غندخلش نورك في واحد القضيه لان غادا تاخذ لي الوقت ربما نخليوها ان شاء الله تعالى نقدروا نتكلموا عليها في وقت اخر. لعلنا نعرج ربما اعرج معكم على ثلاث وسائل بعجاله لان ملي كنتكلموا على الاصول ديال الانحراف نحتاج اننا نطولوا ناخذوا فيه شي شويه الوقت باش نفهموا الامور كيفاش كطرى فينا الداخل. ملي كنبغيو نتكلموا على الوسائل ديال الاصلاح فهاد الحاله هذه ما كتحتاجش بزاف الهضره كتحتاج بزاف الخدمه. فاحنا غير نحطوا طرقان ومن بعد ديك الساعه حيت باش نقول لك خاصك تمشي تتدبر القران الكريم مؤخرا بقى ندوي معاك بزاف على تدبر القران الكريم. الا ما نطيش انت ودرتي عمليه مجهود ذهني وقلبي باش تدبر القران الكريم راه بحال مثلا انا دقت واحد العسل الليد وبقيت درت لكم نص نهار وانا كنهضر لكم على الحلاوه ديال داك العسل واش غتبننوه؟ ما ممكنش. غتكون عندك صوره ذهنيه على هذاك العسل كيفاش داير لكن الا ما نطيش ومشيتي لذاك العسل ودقتيه راه ما تعرفوش شنو هي اللذه ديالو. فهو هذا اللي كاين. المساله الاولى الوسيله الاولى للثبات كاين عندنا الاول الاصل الاول ديال الانحراف اللي هضرنا عليه هو اعاده القران الكريم الى محوريته في حياتنا. هذه راه ماشي شي حاجه اللي غتطلب منك شي حاجه كثيره والله العظيم ما كتطلب منك بزاف. كتطلب منك لا تطلب منك بزاف هو الصدق انك تكون صادق في الاقبال ديالك على الله من خلال القران الكريم. تكون صادقا والله العظيم الى يفتح الله عز وجل لك ما لا يفتح لغيرك وتشوف داك الشيء في حياتك تشوفه تعيشه. علاش؟ لان القران الكريم ابتداء هو الذي يساعدك على تصحيح المفاهيم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكون الانسان بهذاك النور يبصر مكامن الخلل في نفسه وقلبه فيصححها ويبصر مواقع قدميه فلا يزل باذن الله عز وجل. القران الكريم هو اللي كتعرف معاه باللي هذه راها قاده وهذه راها عوجه. واخا الناس كلهم يعواجوا كتعرف باللي انت طريقك كاينه هنا. واخا الناس كلهم يمارسوا عليك الضغط كتعرف انت باللي طريقك راه كاينه هنا. وديك الساعه ما كيبقاش عندك ادنى مشكل.
يزوقهما يكذبوا يلفوا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تعطيك القرآن الكريم تعطيك هذه المسائل هذه غتسميها مشروبات روحية، القرآن كيقول لك هذه خمر والمسكر حرام، غادي تسميها أنت غادي نمشي ونزهى وسميتها مجلس ديال المعصية الشريف، غادي تقول لي حق الله هذه غير فوائد بنكية غادي لك سميتها الربا والربا حرام. فالقرآن تيضبط لك المفاهيم وتيضبط لك المصطلحات. غتقول ليه الحرية مثلا ديال النقاش كيقول لك على راسي ولا عينيا، كتقول ليه هودي بمعنى أنه راه إلا واحد قال أن الله عز وجل فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جميل له الحق في ذلك. واحد إلا قال لنا أن الله ثالث ثلاثة وأن له ولد فتهو جميل ولا إشكال في ذلك، تقول لي لا شريف ما كاينش لا إشكال في ذلك. خصنا غير نفرقوا ما بين إقصاء المخالف وما بين تدبير العلاقة مع المخالف. اللي كنتكلموا عليه هو تدبير العلاقة مع المخالف، هذا لا يعني أنني أقر المخالفة على مخالفته. تفهمنا؟ خصني غير ندبر الخلاف. ألم ينقل لنا القرآن الكريم كلام الكفار وقالوا اتخذ الله ولدا، قالها سيد ربي، لكن هل هذا يعني أننا نقبل هذه المسألة؟ لا نقبلها. السماوات والأرض ما بغوش يقبلوها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سيد ربي لقد جئتم شيئا إدا شيئا عظيما، يكاد السماوات يتفطرن لا مش هذه، عاود سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لاش أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوها، ومع ذلك سيد ربي يقول لك أودي الله هذه مسألة غير مقبولة، لكن في نفس الوقت هذا لا يمنعنا من أن ندعوهم إلى الخير. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالمسائل ديال أننا نتحاور ونتناقشوا ما كاينش إشكال، لكن أن تلزمني بقبول مصيبة الآخر لا. ثم تصحيح المفاهيم، علاش تصحيح المفاهيم؟ ترتيب الأولويات هذا يضبطه لك القرآن. ملي كتسمع الزنا هذه موبقة، هذه فاحشة. ملي كتسمع شرب الخمر هذه من الكبائر، ملي كتسمع السحر أكبر الكبائر، لكن قضية الشرك والتوحيد هذه تأتي على هرم الأمور، علما أن قال لك يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا، راه قالوا غير كلمة، كلمة كانت راه ما مارسوش الزنا، ما شربوش الخمر، ما سرقوش، ما قتلوش، كلمة وصاحبي تنتج حال فيك وكلام الناس كل واحد عنده فمه يقول اللي بغى، لا ماشي يقول اللي بغى جريم، هذا كفر بالله، هذا شرك، هذا الله عز وجل قد يغفر كل شيء إلا الشرك، إلا ما تمولاه عليه والله لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما كان عنيش أن ابني هاني غير سير أراك الموبقات والكبائر ابني هاني أرى الشرك، لا لا أدره كبائر وتغرق وتغمس صاحبها في النار عياذا بالله إذا لم يتوب منها، لكن كنقول لك على هرم الأولويات. شوف كيفاش القرآن يضبط لك هذه الأمور. ثم القرآن الكريم يصنع الإنسان المسلم القوي الذي لا تزعزعه مصائب. أش قال سيدنا ربي؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولجينا وقفوا على إن الله مع الصابرين وما قالش إن الله مع المصلين، علم أنه قال استعينوا بالصبر والصلاة، لكن قال لك إن الله مع الصابرين. علاش؟ لأن الابتلاءات اللي كتجي تحتاج إلى قلب صابر. جاء مراها قال لك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم. جاية جاية غتبتلى غتبتلى حبيبي، لكن خصك أنت تكون مجد القلب لله عز وجل يلهمه الصواب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذيك الأولى إن الله مع الصابرين، قال لك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن باش تخرج لك هذيك إنا لله وإنا إليه راجعون خص القلب يكون مشمع القرآن الكريم
باش بلي تجي المصيبة تتلقى القلب واجد. إذا القلب القرآن الكريم هذا يعد الإنسان المسلم القوي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف وفي كل خير، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. الوسيلة الثانية وهو ربما ما غفلنا عن تذكير الناس به وغفل الناس عنه، لكن قلت غفلنا عن تذكير الناس به حتى لا ننساه نحن أيضا، وغفلنا عنه جميعا ما عاد يذكر بعضنا بعضا بأهميته، وهو المحافظة على العبادات. العبادة هذا مفهوم شامل، أنا كنتكلم عن العبادات يعني عبادات الجوارح، الصلاة والمركزية ديالها في نهارنا وفي ليلتنا، وهل نقبل على الصلاة على وجه الذي ينبغي، واش الصلاة ديالنا صلاة. لما قال لك سيد ربي أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن اللي هضرنا عليه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال لك إن الصلاة ذكر جمع من أهل التفسير، قال لك جات محلاة بالألف واللام معرفة، بمعنى ماشي أي صلاة، إن الصلاة التي أمر الله عز وجل بإقامتها، هذه الصلاة اللي كتربط القلب بالسماء، هذه الصلاة التي يحن قلب فاعلها إلى المكان الذي فرضت فيه الصلاة. الصلوات الخمسة اللي كنعرفوها هذه فرضت من فوق سبع سماوات، حيث الصلاة كما لا يخفى على الشريف علمكم ثم كتقرأوا تبارك الله السيرة النبوية، راه الصلاة اللي كيقرأ السيرة النبوية من بين البعثة من اقرأ حتى غتجي رحلة الإسراء والمعراج غيكتشف باللي راه في الإسراء والمعراج تفرضات الصلاة، لكن قبل منها راه غيلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام راه كان يصلي، بمعنى أن الصلاة فرضت مرتين، فرضت مرة في الأرض فكان عليه الصلاة والسلام يصلي، قيل يصلون ركعتين في الصباح وركعتين في الليل، وكان قيام الليل واجبا في حق الجميع في البداية، من بعد شي سنة أو سنة ونيف صار قيام الليل نافلة مستحبة بالنسبة لعموم المسلمين، لكنه بقي واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكين عندنا هذه الصلاة التي فرضت في الأرض، لكن الصلاة التي ستمشي عليها الأمة اللي هي كنصليوها احنا ديك خمس صلوات في اليوم والليلة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء بشكلها ووقتها إلى آخره، هذه فرضت من فوق سبع سماوات. تتلقى الإنسان دوز 50 عام في المغرب ولا 40 عام ولا 20 عام تزيد وتنقص، من بعد كيمشي كيهاجر لشي بلاد أخرى لأكثر تنظيما، وأي صار في العلاقات مثلا في المعاملات الإدارية، وربما المال فيها ربما ميسر أكثر من هنا، وقطاع الصحة مقاد إلى آخره، لكن ملي كيقرب الصيف ولا كيقرب العيد الكبير ولا كيقرب رمضان على حسب الموسم اللي هو تيبان لك بنادم كيبدا يترعد كيقلب على وامتى غتكون الطياره، واخا تكون زايده 1000 درهم ماشي مشكل نقطع ونجي، ولا غنجيب الطوموبيل ونجي مع اصحابي في الكار، ما الذي يجعله يرجع الى المكان الذي ذهب فارا منه؟ غتقول لي الوالده المهمه يصيفط ليها بيي في الوقت اللي تكون القضيه ميسره ويصيفط وجهي هي عنده ولا ترجع عندها هو، بغيتي ولا كرهتي الجينات ديالك، هذه مساله ماشي علميه، هذه بصيغه المبالغه، يخرج شي قمقو ويقول لك عاوتاني الجينات المسلمه وديك الهضره ديال الوالد، واش غادي دير دابا وليتي خصك تجلس ودير ستيلو احمر في دماغك لان واحد المجموعه ديال المخلوقات لا ترقى لتفهم ما تقوله، واش غادي دير؟ صبر وصافي، هو الا غتولي مبرزط هذاك في المونتاج ده وتقول جوج كلمات تقول لي هذه حي، تقول جوج كلمات تقول لي هذه قطع، هو ما مساليش، الله يجزي بخير. فاللي كاين هو ان الاصل ديالك انت، بغيتي ولا كرهتي، او انت الشخصيه ديالك بغيتي ولا كرهتي راه تحن الى الاصل الذي نشات فيه. القلب الذي يصلي صلاه صحيحه والله لا يحن الا لمكان فرض الصلاه، اي الى ما فوق سبع سماوات بجوار رب العزه والجلال. حيت فين تفرضت الصلاه؟ ملي كان النبي عليه الصلاه والسلام اش قال عليه الله عز وجل؟ فكان قاب قوسين او ادنى، راه أعلى مراتب القرب حسا ومعنى كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمت فرضات عليه الصلاة، بمعنى من اللي كتصلي الصلاة التي ينبغي راه قلبك ترجع إلى أصل الصلاة. ألم يقل ربنا عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب، صحيح واقترب، ارجع إلى أصلك إلى قاب قوسين أو أدنى، وديك الساعة أعطيه حط شنو عندك الملفات عند سيد ربي، هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنك يقول لك بنادم واد سيد ربي قال لنا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
ومع ذلك نجد الناس يصلون ويقعون في الفحشاء والمنكر. هذا يكذب وهذا يغتاب وهذا يشفر وهذا يدير وهذا ياكلك في البيع والشراء وهذا يغش وهذا يخرج كيصلي ودير معها وراء الصلاه كتقول لي كنقول لي اش تيكون قال سيد ربي ان صلاتكم تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله الا كان هناك تناقض في القران الكريم لكذب القران. لا سيد ربي قال لك ان الصلاه تلك التي عهدناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تعاهد عليها أهل الخير والصلاح. الصلاة المرادة في القرآن الكريم. ثم أضف إلى الصلاة اللي هي أم العبادات أضف إليها سائر العبادات. حظنا من الأذكار اليومية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول الخلاء أعزكم الله، الخروج من الحمام، أذكار اللباس. أرى الناس تعاني دابا من الوسواس واللي يعاني من قضية السحر واللي يعاني من المشاكل، في حين أن ملي كيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام تقرا هذه الآية هذه عندما تريد أن تنام لا يمسك شيطان حتى تصبح والله خير جمع السحرة ديال الدنيا والدين لا يصلون إليك بإذن الله عز وجل. علاش؟ حيت ملي غتقولها ما غتقولهاش على اعتبار أنها ألغوريتم فحال ديال الانفورماتيك غتخرج واحد العيبات غادي تحبس لك، لا راه قلبك اللي تيقولها. ملي كتقرا في آية الكرسي وكتقول وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أي لا يغلبه ولا يتعبه سبحانه جل في علاه ولا يؤوده حفظهما أي حفظ السماوات والأرض هذا لا يغلبه. ملي كتقراها بقلب موقن واش إلى سيد ربي لا يؤوده حفظ السماوات والأرض أي يؤوده أن يحفظك أنت في سربك، والله يحفظك سبحانه جل في علاه. لكن اش من قلب غادي يقرأ هذه الآية؟ كلنا كنقرأ عباد الله جمعات وألفات وقالت لك ودي احنا قلبنا في كتب السنة وكذا وكذا وكذا، كاين واحد كتيب صغير سميته ألف سنة في اليوم والليلة. غتقول لي ألف سنة عاوتاني استاذ راه عندنا البريباراسيون، انا ما قلتش لك عاوتاني راه بديت لك بها في الأول، ما قلتش لك دخل الشومبرا وسد عليك وبقى جالس راه هذوك السنن غتلقى راسك كتطبقهم في اليوم والليلة بلا ما تحس. حيت داك اللي جمعوا ليه السنن ديالو عليه الصلاة والسلام راه ما كانش سد على راسه في كهف وجالس كيتعبد. لو تعطونا احنا النص ديال المشاغل اللي كانت عنده عليه الصلاة والسلام والله ما نديرو حاجة. أنا غنحيد لك الجهاد وغنحيد لك التعليم ونحيد لك مكابدة الوحي ونحيد لك الوفود ونحيد لك المنافقين ونحيد لك هادشي كله، أنا نعطيك غير التسعود ديال العيالات. بارك بارك صافي، لكن انت راجل فكا. تفهمنا؟ ومع ذلك هذا راه كان لا يمنعه عليه الصلاة والسلام أنه تيرادي الخواطر، وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود، وكان عليه الصلاة والسلام غادي ودير مع الصحابة غيعلمهم شي حاجة اللي هي غيحتاجها، وتأتي جارية باقا شوية صغيرة لكن مسكينة عندها خلل في عقلها، وتأخذه صلى الله عليه وسلم من كمه وتقول لي ما نطلقكش حيت مشيت تقضي لي واحد الغرض، ويسمع لها عليه الصلاه والسلام ويمشي معها ويوصلها تميتو تيقول لها صافي تقضي الغرض ديالك، وتقول لي صافي تقضي الغرض ويمشي ديك الساعه عند الساعه. تخيل اخويا راه محتاجك تهز معايا دي والله ما مسالي ما شنو راه دايرها مع الدراري تمشي لعب طرح في البلاي. يعني الاذكار الا بغينا الله الا عندنا الوقت عندنا لها الوقت. تلاوة القرآن الكريم، الورد ديالك تحافظ عليه، المجالس ديالك مع خوتك، المجالس ديالك مع خواتاتك، هذه الأمور هذه راه ما خصناش نفرطوا فيها. ثم المسألة هي مسألة داخلة في هادشي ديال الأذكار وكذا، لأنها داخلة من باب المعاونة على البر والتقوى، هي الصحبة الصالحة الله يجازيكم بخير. والله العظيم لها من الأثر ما الله به عليم. أنت ماشي بالشرط أنك تكون مصاحب مع 300 واحد. وخا تلقاهم مكتوب 4950 واحد لا ليز دامي دوك راه ماشي اصدقاء، هذوك راه معارف في الفيسبوك، هذوك راه خوارزميات تيطلعوا. دير واحد النهار وقول لهم اودي راه محتاج واحد 5000 درهم الله يجزيكم بخير ديروا درهم لواحد، 5000 واحد عندك في لا ليز دو كونتاكت قول لهم ديروا درهم لواحد. احسن الاحوال في ذاك المنشور في احسن الاحوال الله يفرج علينا وعليك ود اللحيه. الصحبة الصالحة التي تفتخر أن تقوم بطاعة بينهم، الصحبة الصالحة التي لا تستحي أن تقول لهم إن هذا حرام فلا ولا أقربه، الصحبة الصالحة التي تشد على يدك إلى شافتك أنت غادي تمشي تخرج الطريق، الصحبة الصالحة اللي تقول لك لا أختي لا
انت معنا وكتكوني معنا في المجلس وكذا، وهذيك القضيه اللي كديري فيها راه ما هيش، حنا ماشي بغينا نمارسوا عليك الوصايه ولا غنسدوا عليك ولا غنخنقوك، ولكن انت ختنا وحنا مجموعين دائما كنقراو القران، هاد العلاقه اللي انت ما غتدخلي فيها راه ما خدامش ما خدامش. وهكذا الخواتات ينصحوا اختهم، وهكذا الخوت ينصحوا خوهم، ونمشيو بشويه 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 بشويه. وحاجه اللي نوصيكم عليها الشباب اللي كي يلا غيبدا يتحرك دابا في سلك الالتزام والصغر، وان كان هذا المبدا هذا ما فيش القدام والجداد، الفيتان كتضرب في كل شيء، الله يثبتنا واياكم. لكن ملي كيبغي يبدا الشاب يلتزم بعد المرات اش تيدير؟ ينقطع عن بعض العبادات اللي هي مهمه جدا، وهي العبادات الاجتماعيه او العبادات ذات البعد الاجتماعي. اش كيولي؟ كيولي فريسا للوسواس. هذه مهمه جدا يا شباب، ردوا لها البال، فطنا لها من بعد داكشي، ولينا كنبداو نوصوا عليها دابا الوليدات والولاد والبنات. ملي تبدا تدخل في مسلك الاستقامه بغيتي ولا كرهتي عليك ان تختار طريقا، ما يمكنش تراضي الخواطر كاملين، ما يمكنش تبقى كتجمع مع الحشيشيه ومع اصحاب الديسكوتيك ومع اصحاب الزهو ومع اصحاب الخروج ورا 12 الليل، وفي نفس الوقت كتجمع مع اصحاب الذكر ومع اصحاب القران، ما يمكنش تجمع مع هادو كاملين. ضروري خاصك تفصل. الطريق اللي انت غادي فيه غيفرض عليك انك خاصك تفصل، خاصك تعزل. فملي غادي تعزل غادي تلقى واحد النوعيه ديال الناس اللي هما اتقياء وانقياء، فيهم الديفوات ديالهم كيف كنت انت الديفوات ديالك، غنحاولوا نمشيو مع بعضياتنا. لكن ما تغفلوش على نوع اخر من العبادات، كاين عندك العباده ذات البعد الاجتماعي على راسها صله الرحم. راه ملي كتمشي عند خالتك وتمشي عند عمتك وتجلس معاهم وتقشب وتضحك وتشرب داك الكويس ديال اتاي، انت بالنسبه لك راه مشيتي دوزتي العشيه وجيتي. لا شريف، انت راه النفسيه ديالك تخدمات، وخصوصا ملي كتكون ناويها رحم صله رحم، تريد بذلك وجه الله عز وجل والدار الاخره. راه النفسيه ديالك والقلب ديالك تيتخدم، تتخرج بنفسيه ارقى واكثر صلابه وقدره على تحمل الاشكالات. اللي كتبقى عاطيه غير القران، الصلاه، الجامع، الدار، البريباراسيون، كي كنقولوا هذا الشيء راه شيء طيب، لكن بوحدو ما خدامش. كي كنقولوا بالدارجه الشعبيه تتخلوى، كنتي بحال ذاك المش اللي مولف في الدار، لكن واحد النهار خرج للزنقه. من هذا ضربوا لهذا بوطوا لهذا دار ليه كذا لهذا دار ليه كذا، كيولي واحد جاي باغي يعطيه فرماجه يقدر يقمشوا في يده. كتخلوه ما كتبقاش عارف العلاقات الاجتماعيه، ما كيبقاش عندك لهذاك الحس ديال التعامل. فهاد الحاله انت راك ماشي قوي حيت سديتي على راسك، وليتي اضعف من هذه. كيولي الريح اللي جاي هربك، وهادو هما اللي اغلب نوع الحالات الوسواس. انا ماشي متخصص، غير كنقول لكم الناس اللي كيسولوني كنحاول نحيلهم على بعض الناس اللي هما في اليوتيوب ولا شي حاجه. كالدكتور طارق الحبيب عنده سلسله حلقات، اخونا الاستاذ المهدي الشاوي جزاه الله خيرا عنده واحد السلسله ديال هدي ربي الناس في علاج الوسواس. كاين الدكتور هيثم طلعت عنده تقريبا شي تسجيل ولا جوج على قضيه الوسواس القهري. يعني على الاقل كتعطيه خط اللي ممكن يتبعه باش يحاول يعتقد. انا ماشي متخصص، لكن كنسمع بزاف ديال الاشكالات، واغلب هاد الشباب هادو الشباب اللي بدا كيتحرك شي شويه في سلك الاستقامه، لا من جهه الاولاد لا من جهه البنات. اذا ذاك العبادات اللي عندها بعد اجتماعي، قلت لك على راسها صله الرحم. واذا راه عندكم تبارك الله هنا النوادي مثلا في المدرسه الحسنيه، عندكم النوادي واللي ماشي مدرسه الحسنيه ربما يصلوا هذا التسجيل هذا، كاين الجمعيات الخيريه، سيروا تحركوا مع هذوك الجمعيات، غادي تشوفوا ايتام وغتشوفوا ناس مرضى وألذ ما يحس به الإنسان ماشي الحاجة اللي كياخذها هو، الحاجة من اللي كيعطيها. وكتشوف الفرحة في عين الناس، هذه راه ماشي مشينا ودوزنا واحد العشية وتأثرنا وجينا، لا عاوتاني راه النفسية ديالك تخدمات، راه القلب تحطوا فيه شي أمور ودار ليه شي دروع واكتسب شيئا من الصلابة والقوة وصار في سيره نحو الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة بها أختي إن شاء الله تعالى، سيدنا إلى أول حاجة نزلت من القرآن الكريم هي اقرأ، راه لابد ان نرفع من همتنا في طلب العلم. ما كنخصش غير طلب العلم الشرعي. العلم اللي انتم فيه لابد ان يؤخذ بقوه. الزمن اللي احنا فيه دابا ما عاد يرحم الضعفاء. تدوز عليك الماكينه تطحنك على جميع الاصعده. فخص يكون عندنا برنامج ديال القراءه. القرايه ما كتقراش عشوائي. ماشي عجبني هذا الكتاب مشيت ليه، داكشي السيد ربي ملي قال لك اقرا ما خلاش اقرا. اقرا باسم ربك الذي خلق. يعني القراءة لابد أن تكون بمنهجية، ماشي كاع القراءات نافعة، لكن القراءات اللي مفسدة. أنا باقي ما عارفش تا باقي ما قريتش من الفاتحة للناس، بلا ما نقولوا كاع عارف تا حاجة. عدد ديال الناس باقي ما قاريش من الفاتحة للناس، هذا يشدها خط واحد، يدير ختمة
ختمت الصح من الفاتحة للناس، عدد الناس والله ما دايرها. فهاد اللي ما دايرش هاد الختمة هادي كيقول لك لا راه كاين واحد الكتاب تيتكلم على واحد المسألة، أشريف راه غتمشي تخشف هذاك الكتاب راه ما تعظمش راسك واش ترجع ولا ما ترجعش. لا راه واحد السيد تيقول شي كلام كذا، والله العظيم شحال من واحد كنقول له اودي شحال من سوره قاري في القران، قلت لي ما حافظ ما مدويتش على الحفاظه، شحال من سوره قاري في القران، كيقول لي مره تنقرا، كيقول لي مره كتقرا وجاي باغي يتناقش معايا انا في واحد الكلام سمعتيه من عند واحد دماغه صيط فيه البرد، شنو اللي عجبك فيه؟ حيت لابس زوين وكيهضر زوين. راه سيدي ربي قال لك شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، راه يعرفوا يزوقوا لك. اقرا بعدا تعلم حاجتك انت الاول، وقف على واحد الارضيه صلبه من العقيده من القران الكريم من الامور المتعلقه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، تبت شغلك وديك الساعه سير في الخط، ديك الساعه ما كاينش اشكال، اللي بغيتي تقراها ديك الساعه تكون عندك انت المناعه، اللي بغيتي تقراها تقرا ان شاء الله تعالى. لكن باش ندير هذا الشيء خاصني منهجيه ديال القرايه. ربما من بعد التواصل مع الشباب ان شاء الله تعالى ديال النادي، الا كانوا مثلا بعض القنوات اما في التليجرام ولا في غالبا كيكونوا دوك القنوات كيكونوا في التليجرام، الواتساب ما عنديش فكره على المجموعات اللي فيه، كيكون قنوات في التليجرام كتكون عندهم مثلا منهجيه مثلا في القراءه، تيوضعوا كيقول لك مثلا هذا الباب هذا مثلا كاين هذه الكتب ممكن تقرا فيه، كيقول لك تبدا بهذا ودوز لهذا ودوز لهذا ودوز لهذا، فكاين مجموعات في هذا الباب هذا ممكن الناس مثلا ينخرطوا فيها، وديك الساعه يبقى يقرا بشويه بشويه، الى عنده الحد الادنى يمشي فيه، الى كان متوسط في القراءه يمشي هنا، الى كان اصلا هو تيقرا مزيان يمشي لهذا الايقاع هذا، لكن ان يقرا يقرا شي حاجه اللي غادي تنفعو. كي قلت لكم ويقرا يحاول انه يخرج من ديك القوقعه ديال التخصص، الى انت مثلا في السيفيل القرايه كلها ما كاينش غير في السيفيل، كاين حويجات اخرين يتقراو، الواحد يكون عنده اطلاله على العلوم الشرعيه ديالو يدير لها واحد الحد ادنى. الشيء اللي درتي غير واحد ساعه في ساعه المكانه في النهار، ساعه بالنسبه للي بغى ينضبط واحد ساعه المكانه في النهار، ومع هذيك المجموعه ديال ديك الصحبه الصالحه اللي قلنا، وتمشيو مع هذيك الساعه ديال المكانه وتمشيو بمنهجيه، كل مره ضربوا حاجه تقراوا حاجه تمشيو بشويه 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 بشويه، وبلاش من داك النزق، حيت ملي غتبدا مثلا في البرنامج الاول غيبان لك حداه واحد البرنامج زويون اجي ندخل فيه حتى هو، شويه غيبان لك واحد البرنامج اخر له زويون غندخل فيه حتى هو، واللي بغاها كلها تيخليها كلها. هادشي اللي كيوقع لينا كاملين بدون استثناء، حتى كتبدا في واحد البرنامج كيدوز الاخر، هذيك راه غير النفس كتبغي تهرب، هذه طرق ديال النفس باش كتبغي تهرب منك، وراكم عارفين راه كنا هنا في الحسنيه نيت اللي دخل شي 5 سنين دابا، كنا هنا في الحسنيه فاش عطينا داك المثال ديال النهار كيكون عندك الامتحان نهار 2 وكتبغي تبريباري نهار 6، كلشي كيحلالك الا البريباراسيون، كتجبد الدفتر ديالك ديال الابتدائي الثاني كتبدا تطلب الدنيا، هادشي كي كنت كنكتب عقلت على هاد الدرس، كتعيط لك صاحبك اللي قرا معاك في الابتدائي الثاني كتقول لي عقلتي هذاك النهار في الدرس فاش الاستاذ دار لنا الفلاقه، كتبدا تقلب على اي حاجه، المهم تبريباريش. فهذه هي هذه النفس غادا تهرب معاك من هنا لهنا، لا انت تلزمها، غتقول لي هذا البرنامج هذا شتي واخا البرامج ديال الدنيا كلهم يكونوا حلوين، لا هذا البرنامج هو اللي غنمشي فيه. واحد داك كضرب فيه واحد المده كتشد لي الايقاع ديالو ان شاء الله ديال القراءه، وباذن الله عز وجل ينفع الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت فيما يتعلق بوسائل الثبات الكلام يطول والكلام لا ينتهي كاع، لكن نحتاج الى كثره العمل اكثر منا الى كثره الكلام، لكن الكلام لعلنا نذكر به انفسنا ونذكر به ابناءنا وبناتنا. جزاكم الله خيرا مره اخرى، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.